مرحبا بكم. المنتخب الوطني فاز اليوم على إيران في مقابلته الودية الأخيرة قبل المونديال. كيفاش كانت الاختيارات التشكيلة اللي بدأت المباراة؟ آخر أخبار المنتخب الوطني نخضوها مباشرة من الدوحة. مبعوثنا محمد علي العرفاوي. محمد علي مرحبا بك. مرحبا بك فهمي، مساء النور. مرحبا بالناس اللي يسمعوا فينا الكل، وكذلك بالناس اللي تابعوا فينا عبر البث الحي والمباشر على الفيسبوك. فعلا المنتخب الوطني التونسي كان أجرى اليوم مباراة ودية ضد المنتخب الإيراني، آخر اختبار قبل مواجهة الدنمارك ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة لكأس العالم. والمنتخب التونسي فاز بنتيجة 2-0، أهداف كل من نعيم السليتي في الدقيقة 62 عن طريق ركلة جزاء، وعلي العابدي في الدقيقة 67. المباراة هذه قام فيها الإطار الفني للمنتخب بقيادة جلال القادري بتسعة تغييرات كاملة. اللاعب الوحيد اللي شارك طيلة المباراة هو نادر الغندري مدافع النادي الإفريقي. في المقابل ثم ملعبية مشاركوش، نحكيه عن طه ياسين الخنيسي وسيف الدين الجزيري، مشاركوش لاختيارات فنية. وبالنسبة لبقية الملعبية الحراس المرمى على وجه الخصوص، تافع حراس ما شاركوش في المباراة، أيمن دحمان كان أساسي طيلة هذه المباراة. محمد علي، برشا يتسارع على غياب بران المعاقب، شنو الجديد في الموضوع هذا؟ سورتوان ونعفوه ميخو حمراء في ماتش البرازيل، هل كان الإطار الفني توجه نتاعه أنه يحاول ينحي العقوبة باش يكون حاضر في المونديال؟ معاش شنو عندك خبار في النقطة هذه؟ صحيح فهمي، ديلان برون ما شاركش اليوم في المباراة مش الاختيارات فنية، ولكن بسبب العقوبة في مواجهة المنتخب البرازيلي الودية طبعا، وبالتالي ديلان برون سيكون مؤهل لخوض المباراة الأولى ضد المنتخب الدنماركي. في المقابل زوز ملعبية اللي مش ما شاركوش الاختيارات الفنية هما سيف الدين الجزيري وطه ياسين الخنيسي، أيمن البلبولي، البشير بن سعيد، وكذلك الحارس الثالث معز حسن. مشكور محمد علي العرفي ومبعوثنا لتغطية المونديال. في المقابلات الدولية الودية، السعودية انهزمت أمام كرواتيا 1-0، الإمارات منهزمة أمام المنتخب الأرجنتيني 5-0، مازال جاري الآن المباراة هذه. المنتخب عماني يلعب ضد منتخب ألمانيا 8:30، الجزائر تواجه مالي، والتسعة غرباء ألبانيا تلعب ضد إيطاليا. سعيد السيدي منتظر يكون هو المدرب الجديد للنادي الإفريقي بعد ما فسخ عقده اليوم مع مستقبل سليمان، في انتظار الإعلان الرسمي عن الاتفاق هذا في القادم الساعات. أيضا اتفاق مبدئي حاصل مع القائد السابق للنادي الإفريقي أسامة سلام الاضطلاع بخطة مدير رياضي. الترجي خسر قضيته مع اللاعب الجزائري عبد الرؤوف بن غيث اللي حكمت له لجنة النزاعات بالفيفا بمبلغ قيمته 257,000 أورو، يعني قرب المليون دينار بفلوسنا، وهو قرار قابل للطعن من إدارة الترجي. في الهوند اليوم تلعبوا 3 مقابلات مؤجلة من الجولة السادسة، الترجي ربح بحث النخار 31-30، النادي الإفريقي فاز على نادي كرة اليد بجمال 31-29، جمعية الحمامات انهزمت أمام النادي الهلالي 21-23. بالنسبة لأعلى الترتيب، النجم الساحلي الأول 26 نقطة، نادي سقيت الزيت الثاني 25 نقطة، النادي الإفريقي والترجي في المركز الثالث ب 21 نقطة، والترجي منقوص من 3 مقابلات. كرة مباراة الأرجنتين وإنجلترا في مونديال 1986، الكرة الشهيرة اللي سجل بها مارادونا الهدف نتاعو بيده بحضور الحكم التونسي علي بن ناصر. الكرة كما كان معلوم تعرضت اليوم للبيع في المزاد العلني، وتباعت بمبلغ 2.4 مليون دولار، نحكي على مبلغ ما يقارب 7.5 مليارات بفلوسنا، وهذا تقريبا أقل برشا من المبلغ اللي كان متوقع باش تباع بيه، باش تباع ب 3.6 مليون دولار، ما يقارب 10 مليارات بفلوسنا. كانت هذه 3 نشرات رياضية لليوم، تقع على السيت موزايكا فام بونات. نخليكم أحسن في على كل لسان.